الأنصار وفريق شباب الدفاع، نتمنى التوفيق لكل الفريق. أنا الآن الفريق نزل إلى أرضية الملعب لاستعراض أمام الأخوة الحاضرين. والآن والآن يتفضل الحاج أبو إسلام والأخوة الضيوف التحية على الفريق. القادم ستكون لقاء ديربي المنطقة بين فريقي الأبطال والمهرج. عزيزي المشاهد الرياضي الكريم الان مع فقرة توقعات الجماهير لنهائي بطولة المجد الكروية المقامة في ملعب زويرة. معنا الكابتن سيد العزيز كما يسمونك على الفيسبوك سيد جمال، توقعاتك لهذه المباراة؟ واحد الدفاع توقعاتك حبيبي؟ خمسة الدفاع. خمسة ايش قد الدفاع؟ خمسة واحد. حبيب توقعاتك؟ ان شاء الله الدفاع مع 3-1. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 للدفاع ان شاء الله. حبيبي توقعاتك المباراة؟ 3-2 للدفاع. توقعاتك حبيبي المباراة؟ 3-1 للانصار. توقعاتك 2-1 للانصار. توقعاتك 3-1 الفريق الانصار. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله 2-0. توقعاتك حبيبي؟ 2-0 للانصار. من قلت حبيبي؟ للانصار ان شاء الله. ايش معنى اليوم تشجعون الانصار؟ لان فريق لان بالمنطقة. يعني انتم من منطقة التميم؟ اهلا وسهلا بكم بخير يا عشرة. شغل. نتواصل معكم لتوقعات الجماهير. سيدنا العزيز توقعاتك لهذه المباراة؟ 2-1 المن؟ للانصار. للانصار توقعاتك سيدنا؟ تنتهي للدفاع عاد. اذا معنا الدوسري الكبير نصر سير، توقعاتك كابتن؟ والله ان شاء الله ترجع الدفاع عاد. شنو الكابتن شنو الشيء اللي استندت عليه؟ ايش المباراه ترجع الدفاع عاد؟ والله الدفاع عاد يستاهل. الفريق منظم، فريق يعتبر من قريه 10، يعني لانه الفريق يعتبر من المنطقه شجعه ان شاء الله. شكرا للدوسري الكبير نصر سير. توقعاتك حبيبي؟ تعادل وجزاء تفوز الدفاع. طبعا جمهور الرياض الكريم ابن الكبير امير القاسي، توقعاتك؟ فوز الدفاع بالجزاء. توقعاتك حبيبي؟ ومعنا ايضا النجم الكبير، توقعاتك؟ 3-1 للانصار. توقعاتك حبيبي؟ دفاع. توقعاتك؟ 2-1. 2-1 وقف. الان جمهور الرياض الكريم معنا رابطة مشجعي فريق انصار التاميم، توقعاتك حبيبي لهذه المباراة؟ 3-1 للانصار ان شاء الله. 3-1. توقعاتك حبيبي؟ 4-2 للانصار. للانصار. توقعاتك؟ ما اعرف. ما تعرف؟ ايه. جيد احسن. توقعاتك حبيبي؟ 3-1 للانصار. توقعاتك؟ 3-1 للانصار. 3-1. توقعاتك؟ 2-0 للانصار. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله 3-0. توقعاتك حبيبي؟ للانصار 4-0. توقعاتك؟ 4-1 للانصار. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله الجزاءات والانصار. اذا اعزائي المشاهدين الكرام، ازيد التوقعات تشير بفوز فريق الانصار. ابقوا معنا مع توقعات الشخصيات الرياضيه. معنا الكابتن محمد اسماعيل مدير ملعب السفاح، توقعات الكابتن؟ والله اتوقع شباب الانصار. علام التميم؟ 2-0 شوط الاول للانصار. يعني مو طافي هاي؟ لا مو طافي اكيد.
بعطيان ابو رقيه مدرب فريق تماسيح الاسمايه. بالتوفيق ان شاء الله للفريقين واهلا وسهلا بهم منطقتنا. اتوقع شباب الانصار تفوز بهاي المباراه. نعم. عادل قرغوري مدرب فريق شباب قريه 10. كابتن فريق انصار تميم يمتلك لاعبين مهاريين اتوقع يفوز ونتيجه كبيره. نعم. كابتن حسين كريم. حبيبي كابتن نواف الانصار افضل اتوقع يعني الانصار. نعم. توقعاتك استاذنا العزيز لهذه المباراه؟ والله مباراة حلوة وجميلة إن شاء الله، وإحنا بصفتنا مسؤولين بالحشد نتعامل مباراة الشباب إن شاء الله متفوقين بإذن الله. نشكرك ونشكر تواجدك هنا في منطقة قرية 10. الله يخليك ويحفظك. الحاج أبو إسلام، توقعاتك المباراة بين الدفافعة وأنصار التأميم؟ والله فعلا دا أشوف الأنصار أكثر دقة في نقل الكرة واللعب، ولكن الأخوة. نتيجة حجينا العزيز، نتيجة مباراة صح الأنصار أفضل، لكن نتيجة توقعاتك؟ يعني ما إذا نتيجة إذا على الحافة ما نقدر نقيم فتشي. نعم. زين لأن يجوز شفت مبارات كثيرة تتوقع اللعب الفريق الإنجليزي 75% إنجلترا وبولندا والكرة يعني مسيطرين تماما عليها. يلا حجي احنا نشكرك على هذا التحليل متوقع. لكن انت ما شاء الله حللت المباراه. لكن الانجليز لكن بولندا وفريق قوي جدا ويلعب بومبلي سجل هدف، وحذف انجلترا من كاس العالم نهائيا يعني هدفهم بالتصفيات وصعد لهذا. احسنت حجي العزيز، توقعاتك حبيبي كابتن؟ توقع صعب ان شاء الله الانصار. الكابتن الكبير سعد وادي رئيس لجنه قريه 10. انا محكوم تعادل جزاء. دائما توقعاتك ايجابيه كابتن. ما نقدر، لازم نرضى الطرفين. ابو عباس سيدنا العزيز توقعاتك؟ 3-1 للانصار. كابتن عادل؟ والله ان شاء الله متوقع، بس تمني ان شاء الله الانصار يسجل هدف ثاني. زين هاي بالامنيه بس النتيجه؟ لا من الانصار. الانصار اذا سجل هدف ثاني. شكرا كابتن عادل. الكابتن مصطفى الاسدي توقعاتك؟ 2-2 2-2 بعدين ركلات ترجيح المن. الانصار. توقعاتك حبيبي؟ 3-1 الانصار. 3-1. ايضا معنا الكابتن وليد، كابتن فريق الصقور البسمه، توقعاتك حبيبي؟ المباراة والله الانصار فريق يمتلك شباب قوي. ايضا علي صبيح توقعاتك؟ مباراة صعبة، فريقين جاي لعبوا مباراة جميلة، اتوقع الانصار. كابتن وليد ما سمعت توقعك زين. والله قلت لك الانصار فريق يعني عاود لو سويت التعادل يعني، بس اتوقع الانصار. توقعاتك حبيبي مرتضى؟ 2-1 للانصار. توقعاتك الدفاع. الحارس الكبير اكرم توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله 3-2 للدفاع. جمهور الرياض الكريم، معنا الكابتن الكبير جليل التميمي معلق المباراه. كابتن الان نتيجه 1-1، ممكن توقعاتك للمباراه خصوصا انت جاي تشاهد المباراه قدامك، توقعاتك بس مو تحليل، توقع كابتن. نعطيك مجال شويه كابتن. نهايه المباراه مفتوحه، المباراه سريعه، المباراه فيها عده اهداف. نعم. فراح تكون المباراه جميله خلال هذا الشوط، والتسجيل فيها واضح. المباراة راح تكون، أنا أقول لك كتوقع، راح تكون لضربات الحظ. كابتن دائما توقعاتك تكون صحيحة. إن شاء الله. أنت متأكد؟ اليوم أنت أصبحت على المحك. والله المباراة مفتوحة قلت لك كابتن نهاد، فصعب توقع بها، وهجمة جات اليمين يونس، ويعني المباراة راح تكون خاطرة. الله حلوة. المباراة راح تكون لضربات الحظ. شكرا كابتن جاي. اعزائي مشاهدي قناه نهاد السفاح الرياضيه، نلتقي بالكابتن المسؤول عن النشاط الرياضي الكابتن سعد وادي محللا عن فريق الدفاف على مباراه يوم. كابتن سعد، المباراه انتهت حبايب في الشوط الاول، رايكم في الشوط الثاني وتوقعكم لهذه المباراه؟ والله بالنسبه للفريق الدفاف هو دائما ما يميل الى القوه والتسديد من المسافات بعيدة، وعدتهم ايضا اللاعب اللي يلعب على اليسرى ما جاي يستغله بصوره صحيحه. كرار كهلان لاعب جيد دائما اشوفه، بس مع الاسف اليوم ما اعرف شنو توجيه المدرب، ما بس اتوقع انه ايضا الشوط الثاني يستمر بنفس الطريقه. يعني يسجلون؟ نعم يسجلون بنفس الطريقه. توقعك المباراه؟ تعادل وتنتهي جزاءات. والان نلتقي مع الكابتن عادل مدرب فريق الشباب والمحلل عن فريق الانصار فريق التميم. كابتن عادل، رايك في شوط المباراه الاول وتوقعك المباراه؟ طبعا اشكر قناه السفاح اللي اتاحت الفرصه لنحلل هذه المباراه. مباراه ممتعه كانت، الفريقين متحفظين دفاعيا، يلعبون 3-3-1، بس فريق التميم عندهم لاعبين مهاريين شويه سيدوا على المباراه،
فريق الدفاع قوي جسمانيا، لاعب سلمان تمكن من تسجيل هدف التعادل. مباراة ممتعة وصعب التوقع بها، بس اتوقع انصار التميم يتغلبون بها. يعني اكو اهداف الشوط الثاني؟ اكو اهداف، اكو اهداف. شكرا للكابتن عادل، شكرا كابتن سفاح. مورا الرياض الكريم، تنتهي مباراة النهائية لبطولة المجد الشبابية المقامة في ملعب زويرة بتقدم فريق أنصار الأنصار بهدفين مقابل هدف واحد لشباب الدفاع. معنا الكابتن علي غربة مدرب الفريق. كابتن، أول شيء احنا نبارك لكم لهذا الفوز الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا كابتن نهاد، والله أشكر هذا الجمهور الجميل اللي حضر وساند الفريق، ودائما منطقة التميم بها جمهور وفي وجمهور جميل. وأشكر اللجنة المحترمة، وأشكر الكابتن عادل والكابتن سيد رضا. طبعا احنا هذا النهائي الثالث على التوالي هنا على ملعب زويرة نحصله، وقبل نهائي خسرنا، يعني أربع نهايات على ملعب زويرة والحمد لله حققنا ثلاث نهائيات وواحد خسرنا. نعم كابتن، كابتن اليوم نشوف تواجد لجنة التأميم بقيادة الكابتن عادل وكابتن وسيد رضا، وأيضا مدعوم بدعم جماهيري كبير من منطقة التأميم. كلمة لهذه الشخصيات الرياضية اللي حضرت والجماهيرية. والله أشكر الجمهور، يعني الجمهور ما يريد وصفه، شو وصفه وصفه. وطبعا ولا ننسى الكابتن سيد رضا والكابتن حكيم وإعلام التأميم أبو زهراء عمار والكابتن علاوي والكابتن عادل، يعني أشكرهم حيل، وكانوا هم دفع معنا وللفريق، والحمد لله وشكر من حققنا البطولة. إذن كلمة الختام بصورة عامة، شلون شفت البطولة؟ والله بطولة جميلة، ودائما احنا ملعب زويرة ملعبنا هذا موفقين فيه. شوفك دائما تقدم يا كابتن علاوي. طبعا عندي لواعيب، يعني سواء خط اول او شباب، اي عندي لواعيب امكانيات عالية، رغم هم شباب بس امكانيات عالية ويحبون المساحات، فدائما بملعب زويرة نتوفق لان المساحات كبيرة ومفتوحة. طبعا كابتن احنا نتمنى لك كل التوفيق والف مبروك مرة اخرى. حبيبي كابتن، زويرة ملعبنا الثالث على التوالي.